التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحرب والصراع، إنما في البناء والتنمية. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري أن موقف مصر في الحصول على المياه يمثل لها حياة أو موت، مشددا على دعم مصر للبناء والتنمية في إثيوبيا. كما أكد الرئيس السيسي الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. من جهته صرح الرئيس المجري بأن مصر تعد أهم شريكا استراتيجيا واقتصاديا لبلاده، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا إقليميا كبيرا في المنطقة وهي صمام الأمان لضمان الاستقرار بالمنطقة، مضيفا أنه تبحث مع الرئيس السيسي حول العديد من القضايا ومنها قضية المياه. هذا وأكد الرئيس السيسي الحاجة لمقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. وخلال مؤتمر صحفي لزعماء قمة مصر ودول تجمع فيشغراد، شدد الرئيس السيسي على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، مشيرا على أنه يوجد في مصر 6 ملايين لاجئ يعيشون كمواطنين عاديين. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى بإصرار وعزيمة من أجل التقدم في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة لشعبها. هذا ونجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع 10 دول في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات جائحة كورونا على تمتع الشباب بحقوق الإنسان. وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن القرار سلط الضوء على تأثير الجائحة على حقوق الشباب في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي، كما دعا القرار الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرصا حقيقية تتيح لهم المشاركة الفعالة في المجتمع. أما في الشأن العراقي فهنأت مصر جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا على نجاح انعقاد البرلمانات أو الانتخابات البرلمانية العراقية والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي. هذا وتوجه المتحدث باسم وزارة الخارجية بصادق تمنياته أن تكون هذه الانتخابات خطوة في تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقي وصولا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر في البناء على ما تحقق من إنجازات في العراق خلال الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بآخر مستجدات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 857 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة. هذا وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 419 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 264 ألف حالة. ختاما مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، كذلك يوتيوب. أشكر لكم حسن المتابعة، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح.